السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله عندنا فيديو جديد، ومرحبا بكم عاوتاني في قناه جمالك معملك. كما تعودتوا معايا اي حاجه ان شاء الله باذن الله جديده الا وكنحاول ندرجها لكم. كنا في الاول خدمنا بزاف اشكال وانواع عديده ديال العقيق، لا كريستال ولا احجار ولا هذا، ودائما انا كنحاول ندخل لكم الجديد، ما نبقوش مقتصرين غير في الكريستال. من كثرات ما شفناه طلع لينا في الراس، هو باقي زوين ولكن من كثرات ما شفناه تعودنا عليه ما بقاش كيجينا شي حاجه اللي هي زوينه. اليوم ان شاء الله جات لكم التويب ديال المبره. هذا المبره هذا انا اختاريته نديرو قلع شونتيو، علاش؟ حيت كانوا بزاف ديال الاخوات كيهضروا يصيفطوا لي في الواتساب تيقول لك واش المبره تقدر تجينا بالكروشي. نقول لكم تقدر تجينا بالكروشي، خصنا غير الطريقه باش غادي نخدموها. اليوم غنوريكم واحد الحاشيه سهله وبسيطه، حيت اسواب ديال المبره ما كتبغيش داك الكروشي كيكون كبير، كيدلا وكيترخى مع الثوب شويه واقف، والكروشي كيترخى من طبيعه الحال من التصبين. كتبغي غير شي حاجه تكون صغيره وواقفه وكتجي في نفس الوقت متوله. عندنا هنا هاد الثوب ديال المبره، انا ما عرفتش سميتو طبيعة الحال، ولكن المهم مبرة هادي حرير هذا، وهذا الخط انا ما عرفتش سميته وما عنديش إلمام بجميع اسماء ديال التواب. هنا انا خدمت صحبكت هنا شويه ما ظاهرش، ولكن في الظهر هو باين ليا ديك غرزه حشو اللي انا يدوزت. هنا غنخدم لكم بجوج الوان، عندنا هنا اللون الاحمر واللون البناني اللي هو دارج على الموضه في اللون ديال هذا المبرة هادي ديال هذا التويب. هذا شاطلينا من واحد التفصيله، واختاريت نديرو لكم قلع. وعندنا من طبيعه الحال العقيق الاحمر الصغير المكركب، انا رسبق لي ودخلته في هذا العقيق في هذا الحرير البناني. وغنحتاجو هنا هذه البره الرقيقه هي باش دخلنا العقيق في الحرير، والعقيق الاحمر هو اللي غادي نخدم به. العقيق الاحمر على حسب اللون الاحمر اللي انا دخلت. بالنسبه لهذا التوابت المبره كما قلت لكم، راه اي حاجه نقدروا نخدموها بالكروشي، خصنا غير الطريقه والتقنيه. تابعوا معايا دابا ان شاء الله الطريقه كيفاش نخدموا هذه الحاشيه هذه. من بعد ما كنا دوزنا غرزه حشو كما قلت لكم، هنا في الوجه ديال المبره ما بانش مزيان، انا حزمت هنا الخيط هذا في اللون البناني. هاد الخدمه هذه دائما كنقول لكم الخدمه اللي فيها العقيق الصغير او العقيق المهرس كتخدم من الظهر. انا حزمت هاد الخيط البناني، غادي ندير غرزه حشو دائما فوق الحزمه. دابا غنجيب واحد شويه ديال العقيق قريب ليديا، دائما هذه الطريقه باش كنخدم انا هاد الانواع ديال العقيق. علاش؟ باش كنضمنوا بان الخيط ما يتشنتفش لينا، وكنتحكموا في هاد الكميه ديال العقيق اللي كتكون قريبه لينا. دابا غنخلي الخيط على الكروشي، غندير عمود هنا كما كتشوفوا، خرجت ثلاثه الخيوط. غنجيب عقيقه، انتبهوا دابا هنا مزيان، غنسد على العقيقه بدوك التخريجه الاولى ديال الخيط، الثانيه عاوتاني غنسد على العقيقه الثانيه على هذا الشكل هذا، هكا كترجع عقيقه فوق عقيقه. نلوي عاوتاني الخيط على الكروشي، غنجي في الغرزه حشو الثانيه. فاش كنخرجوا هاد الثلاثه ديال الخيوط كنجيبوا عقيقه، كنسدوا على العقيقه الاولى، كنجيبوا عاوتاني عقيقه ثانيه وكنسدوا عليها. انا غنخدم واحد شويه عاد نقلب ونوريكم. نلوي عاوتاني الخيط على الكروشي، غنجي لغرزه حشو اللي فوقها مباشره اللي حداها مباشره، غنجيب عقيقه غنسد عليها عاوتاني، غادي نجيب عقيقه واحده اخرى وغادي نسد عليها. هذا العمود هذا متكون من جوج عقيقات. نلوي عاوتاني الخيط على الكروشي، غنجي هنا غندير بحال غندير عمود، غنسد على العقيقه الاولى عاوتاني، غنجيب عقيقه اخرى وغادي نسد عليها على هذا الشكل هذا. عاوتاني نلوي الخيط على الكروشي بحال غادي نخدم عمود، ولكن انا غادي نجيب عقيقه، غنسد على العقيقه الاولى على هذا الشكل هذا، كنزير على العقيق من طبيعه الحال، وغادي نجيب عاوتاني عقيقه ثانيه وغادي نسد عليها. ها انتم دابا كما كتشوفوا كتجي واحد الخديمه اللي هي ما نقولش لكم الروعه ديالها. تنخرج الكروشي نجبد هاد العوين هذه باش ما يتسربش ليا الخدمه. ها هي على هذا الشكل هذا، كنتمنى تكون واضحه مع الكاميرا. كتجينا عقيقه فوق عقيقه، كيجي واحد الشكل ديالها ما نقولش لكم رائع رائع جدا. صافي غنبقاو غادي مستمرين، غنخدم عاوتاني واحد شوي ونشرح لكم باش تشوفوا الطريقه كيفاش كتجي الخدمه ديالنا. نقرب عاوتاني شويه ديال العقيق اليديه باش كنبقى نتحكم فيه. دابا هنا هذه الخدمه هذه على الشكل هذا، هنا غنخدم عمود على الشكل هذا، نقرب جوج عقيقات غنسد على الاولى على الشكل هذا، ونجيب عاوتاني الثانيه وغادي نسد عليها. غنجيب عاوتاني الاول الخيط على الكروشي، غنجيب عقيقه غادي نسد عليها، وغنجيب عاوتاني عقيقه الثانيه وغادي نسد عليها. نلوي عاوتاني الخيط على الكروشي، غنمشي للغرزه حشو وحده مباشره، ما كنقزو حتى غرزه حشو،
غنسد على العقيقه الاولى، عاوتاني غنجيب العقيقه الثانيه وغادي نسد عليها، عاوتاني غنلوى الخيط على الكروشي، غنجيب العقيقه الاولى غنسد عليها وغادي نجيب عاوتاني العقيقه الثانيه وغادي نسد عليها، عاوتاني نلوى الخيط على الكروشي مباشره في غرزه حشو اللي حداها مباشره ما كنقش، نلوى الخيط على الكروشي نخرج ديك العقيقه نسد على العقيقه الاولى، عاوتاني نسد على العقيقه الثانيه، نلوى عاوتاني الخيط على الكروشي على بحال كنشكل عمود، كيجينا في الظهر عمود وفي الوجه كتجينا عقيقه فوق عقيقه. سديت على الاولى، دابا الثانيه، دابا انا غنوريكم تكون الخدمه راها توضحات، نجبد شويه العوينه هذه باش ما تسربش ليا الخدمه ديالي. ها انتما كما كتشوفوا الخدمه كيفاش كتجي، كتجي الشكل ديالها جميل خفيف وزوين في نفس الوقت. صافي انا غنكمل هذا السطر هذا ديالي كامل، هاد غرزه حشو ومطلقه. احنا دابا كملنا الخدمه ديالنا السطر، انا اكتفيت غير بهذا القدر هذا وخدمت واحد جوج اعمده ما فيهم لا عقيق لا والو. دابا غادي ندور باش نوريكم كيفاش غادي نخدموا غرزه بيكو من هنا من الفوق. دابا غندير واحد سلسله وغادي ندير غرزه حشو. ها هي دابا غندير واحد جوج ثلاثه، غنجي فهاديك واحد السلسله اللي كنت خليت غندير فيها غرزه بيكو، عاوتاني نعاود تحت منها غرزه حشو باش كنكبر هذيك غرزه بيكو ديالي، كنخلي غرزه عمود ما كنخدمهاش كنمشي للغرزه الثانيه باش كتجينا الخدمه باينه. غنعاود عاوتاني ندير واحد جوج ثلاثه، هاد غرزه بيكو كنخدمو على وجه هاد الخدمه، غنرجع هنا في هاد الفراغ غنثبت هاد غرزه بيكو بغرزه حشو، غنعاود عاوتاني غنثبت غرزة بيكو عاوتاني غندعمها بغرزة حشو وحدة أخرى باش كتجينا واقفة، غنقز عمود غنمشي للعمود الثاني، دائما كنقز واحد ونخلي واحد، عاوتاني غندير واحد جوج ثلاثة، غنجينا في الفراغ غندير غرزة حشو على هاد الشكل هذا، غنعاود عاوتاني غندير غرزة حشو، غنقز واحد عمود غنمشي للعمود الثاني، غنعاود عاوتاني واحد جوج ثلاثة، غنجي هنا لهاد الفراغ هذا وغادي ندير غرزة حشو، غنعاود تحت منها غرزة حشو باش كنكبر هاديك غرزة بيكو كتجينا على شكل بريوة، واحد ثاني العمود الثاني، ولاحظتو واخا كنقزو عمود راه مكتجيناش الخدمة مكمشة، كتجينا هكايا زوينة وواقفة على هاد الشكل هذا، غنعاود عاوتاني واحد جوج ثلاثة، غندير هنا عاوتاني غرزة حشو، غنعاود عاوتاني تحت منها غرزة الحشو، غنخلي عمود ما غنخدموش غنمشي للعمود الثاني غندير فيه غرزة حشو، غنعاود عاوتاني واحد جوج ثلاثة، غنرجع هنايا في الأخير في الفراغ غادي ندير غرزة حشو، غنعاود عاوتاني هنا غندير غرزة حشو تحت منها باش كندعمها كتجيني ديك غرزة بيكو واقفة، وغنخلي العمود الأول وغنمشي للعمود الثاني على هاد الشكل هذا، وغندير واحد جوج ثلاثة. أنا دابا غنوضح ليكم الخدمة، كنتمنى تكون جات الخدمة واضحة وباينة والشكل ديالها يكون جميل. اللي بغات دير هنا داك الحقيق المهرس ديرو، اللي ما بغاتش تخليه على هذا الشكل هذا. صافي غنبقاو غادي مستمرين حتى غيكمل الدرس.